بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو أكثر رقم ذكر في القرآن؟ وما هي أكثر كلمة ذكرت في القرآن؟ ربما تعجبون أيها الأحبة، الرقم الأكثر تكرارا في القرآن هو الرقم 1، سبحان الله، بين جميع الأرقام. والكلمة الأكثر تكرارا في القرآن هي كلمة الله سبحانه وتعالى 2699 مرة، وهو عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد. ماذا يعني ذلك أيها الأحبة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن جعل اسمه هو الأكثر تكرارا، وجعل الرقم 1 هو الأكثر تكرارا، ليقول لك إن منزل هذا القرآن هو الله الواحد الأحد، فالحمد لله رب العالمين.